اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم يا من إليه المنتهى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يا من عليه النشأة الأخرى، يا من أغنى وأقنى. اللهم يا رب الشعراء، اللهم يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. سبحانك أنت الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا من يغفر السيئات ولو بلغت عنان السماوات، اللهم يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يا من يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اللهم يا من يغفر الذنوب ولا يبالي، اللهم يا من يغفر الذنوب ولا يبالي، اللهم يا من أنت أرحم بالناس من أمهاتهم، اللهم يا من أنت أرحم بالناس من أمهاتهم، اللهم يا من أنت أرحم بالناس من أمهاتهم، يا من رحمته وسعت كل شيء، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم اجعل الجنة مثوانا ومثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمانك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله الوارث منا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم استجب دعاءنا. يا رب لا تردنا خائبين، ربنا لا تردنا خائبين، اللهم ربنا لا تردنا خائبين،
اللهم وتقبل منا عباداتنا وصلواتنا وصيامنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم مشردون فآوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر كلمة الحق في كل مكان. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعن الكثرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك. اللهم ألق في قلوبهم الرعب. اللهم وفرق بين جمعهم. اللهم ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفي نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكفار محق. اللهم